هناك من يرى أنه بالمناظرة العلنية التي يدعو لها السيد الصدر إقحاما للشارع العراقي، فهنا السؤال: ألم يقحم أساسا الشارع العراقي بالمشهد السياسي والصراعات السياسية التي بدأت منذ نزوله لصناديق الاقتراع حتى اللحظة؟ بالتالي هو من يدفع الثمن حتى اللحظة، وبالتالي المناظرة ليس فيها إقحاما للشارع بل ربما إشباعا لتساؤلاته. شكرا على استضافة حياتي لك سيدتي، ضيفك ومشاهدي قناتكم الكرام. أنا أتفق معك من أن الشارع هو من تحمل أخطاء الطبقة السياسية منذ العام 2003 وإلى حد هذه اللحظة، يعني على مستوى ذلك العنف الطائفي مرورا بداعش والتفجيرات، ولا ينتهي من ثقل الفساد، وأيضا فيما يرتبط باحتكار مؤسسات الدولة وطبيعة الأخطاء التي ترتكب من خلال هذه الإدارة. بما طرحتيه بموضوعة إشراك الجمهور أو الشارع العراقي، أنا أتصور من أن يعني واحدة من الأمور التي يمكن أن تكون معيارا لأن هذا البلد ديمقراطي، نظامه يمضي باتجاه ترسيخ وتراكم الآليات الديمقراطية، هو وجود مناظرات ما بين الخصوم، ما بين المرشحين. افتقد العراق لهذه الخصوصية وهذا المعيار من الشفافية. لذلك أنا أتصور من أن يعني قضية عدم إشراك الشارع هو لوجود قلق لدى بعض القوى والأحزاب التقليدية من إمكانية كشف عمليات فساد، أيضا تخادم فيما بينها على حساب المصلحة العامة، وهذا قد يؤدي بما لا يقبل الشك بمزيد من الغضب لدى الشارع العراقي، خصوصا وأن طبيعة ما يكشف في الآونة الأخيرة أنا أتصور من أنه يضاعف حالة الاستياء. لذلك الشارع أنا أعتقد أنه يدرك جيدا، يعني مع العلم أنه يدرك جيدا حجم الفساد، حجم التخادم ما بين أغلب القوى السياسية، لكن بالنهاية هو مثل ما أشرتي هو بحاجة إلى مزيد من الشفافية.